يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 80% خلال 12 شهرا مع تعافي الطلب العالمي. رفعت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع لآسيا والولايات المتحدة تزامناً مع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود، فكيف أثر هذا الارتفاع على البورصات في الخليج؟ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام جريب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل وفقا لموقع بلومبرغ. تحالفات لا تكون في صالح أمريكا والسعودية وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق. وقد جاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في كانون الثاني 2022 وفقا لوكالة رويترز. ويذكر أن معظم أسواق الأسهم في الخليج قد ارتفعت مواصلة مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسعار النفط. وصعد مؤشر السوق السعودي 0.8% بفضل ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9% وسهم الشركة السعودية للصناعة الأساسية سباك 2.2%. وفي أبوظبي ارتفع مؤشر السوق 0.7% وصعد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3% ليواصل مسيرته لتحقيق تاسع زيادة في آخر 10 جلسات تداول بحسب ما جاء في روسيا اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية قد أعربت في وقت سابق عن أملها في أن يساهم طرح كميات من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية لكبار مستهلكي الخام في انخفاض أسعار الذهب الأسود في الأسواق. وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من الخطوة المنسقة بين كبار مستهلكي النفط إلا أنها لا تتوقع انخفاضا حادا في الأسعار. ويظهر من التداولات أن أسواق النفط لم تتفاعل مع الخطوة إذ أن الأسعار قد صعدت. ومن جهته لفت البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن في بذل كل ما في وسعه لخفض التكاليف على الشعب الأمريكي ومواصلة انتعاش الاقتصاد القوي. وكان قد استبعد خبراء أمريكيين أن تقوم هذه الخطوة بدفع أسعار النفط في الأسواق إلى الانخفاض، ويقولون إن الإجراء مؤقت ومتوقعين أن يؤدي ذلك إلى عكس الهدف، إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.